تفضل عرف نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. كارم يوسف يعق، مهندس بترول في جامعة السلفية. منين؟ انا من كفر الشيخ. جاي من كفر الشيخ النهارده؟ لا، هو انا في القاهرة بس انا بروح كل فترة كفر. طب ايه النهارده جاي الشيخ؟ يعني ايه الاسباب اللي دفعتك تيجي النهارده؟ قصة الاسلام. ده اهم سبب واول سبب. انا الناس اللي تحت على الحدود دول مصريين، بس قبل ما يكونوا مصريين هم مسلمين. تمام. زيهم زي الناس اللي بتقتلوا في غزة كل يوم، زيهم زي الناس اللي بتقتل في افغانستان وباكستان و و و لان عدونا واحد، عدونا ما بيتغيرش. تمام. عدونا هو اليهود ومن وراهم الامريكان. فانا جاي هنا عشان اكون سبب في ان السفير ده يطرد، وبعد ما ينطرد علاقاتنا مع اسرائيل تتقطع، وكان بديفيد تتلغى، وكل ده يحصل، وفي الاخر نبقى احنا ومصر، نرجع احنا واسرائيل اعداء تاني، لان النظام اللي فات كان اكبر حليف لاسرائيل في المنطقه. واسرائيل زعلت عليه جدا، وبنيامين نتنياهو وباراك ورئيس المخابرات الاسرائيلي كان بيقول على مبارك ده اكبر صديق لينا واكبر حليف لينا في المنطقه، وكان بيبكي عشان مبارك لما اسقط بفضل الله عز وجل لما قام ثوره مصر. عشان كل ده احنا جاي، كل الناس دي جايه النهارده، والعدد الكبير ده، ولسه العدد ده هيزيد اكتر واكتر عشان السفير ينطرد، وان شاء الله كان بديفيد تتلغي. كان بديفيد دي معاهدة العار اللي عملها السادات، السادات هو اللي عمل معاهدة العار اللي هي معاهدة كان بديفيد. كان بديفيد دي عار على جبين كل مصري وعلى جبين كل مسلم، فجبين احنا نتخلص منها وتقطع العلاقات، والغاز يتمنع من التصدير، ما تصدرش الغاز بتاعنا لاسرائيل ونجوع شعبنا، والغاز يمشي الدبابات ويشغل المحركات بتاعت اليهود اللي بيقتلوا بيها المسلمين. شكرا، جزاكم الله خير.